حياكم الله مشاهدينا الأعزاء دوما عبر شاشة الفجر الجديد وعبر أثير فجر أفهم في حلقة جديدة متجددة من برنامج حوار وراء. حلقتنا لهذا اليوم ستختص وإياكم ومشاريع التمويل ومؤسسات التمويل وكيف تسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديا. هل ذهبت الأهداف بعيدا عن النتائج على أرض الواقع؟ هذا ما سنتطلع له لهذا اليوم من خلال خبيرة التمويل في المشاريع الصغيرة وصاحبة رسالة الماجستير حول فعالية مؤسسات التمويل الصغيرة في تمكين المرأة اقتصاديا في محافظة طولكرم على وجه الخصوص من وجهة نظر مدراء المؤسسات وكذلك المستفيدات. عفوا الأستاذة منى عدس، يسعد كل أوقاتك أستاذة منى. يسعد مساكم، يسعد مساء جميع النساء الفلسطينيات في طول كرم وفي فلسطين وفي الوطن العربي كافة. حياك يا الله. يعني في البداية عنوان ملفت، بنحكي يعني عن مؤسسات التمويل ويكاد عدد كبير مرتبط بمؤسسات التمويل بمشاريع صغيرة. قبل لا نذهب في التفاصيل، لماذا اخترت هذا العنوان حتى يكون رسالة إلى الماجستير؟ هل هنالك شيء على أرض الواقع دفعك لأنه الواحد ينجز مثل هيك رسالة؟ نعم، بالبداية عندي قاعدتين أساسيتين ارتكزت عليهم في طرح هذا العنوان. القاعدة الأولى كوني طالبة أو أنهيت رسالة ماجستير في تخصص دراسات المرأة في جامعة النجاح. القاعدة الأخرى أني كوني عاملة في مجال التمويل الصغير في محافظة طول كرم. هدول الجهتين الأساسيتين دفعوني لأطلع على قضية كتير مهمة، النساء من جهة والمصطلح اللي بات مستخدم في مؤسسات التمويل وأيضا المؤسسات النسوية وهو مصطلح قديم حديث، مصطلح تمكين النساء. فبالتالي بدر عندي قضية للبحث وفكرة للبحث، هل هناك فعالية لمؤسسات التمويل القائمة في محافظة طول كرم في تمكين النساء فعليا؟ هل هناك تمكين واضح؟ أو خلينا بصورة أوضح نحكي، مؤسسات التمويل هي معنية بمصطلح التمويل، معنية بمصطلح تمكين النساء اقتصاديا، هل هذا المصطلح هو مدرك تماما في أجندتها، في أهدافها، في بروشوراتها؟ فبالتالي جاءت فكرة البحث حول قضية فعالية مؤسسات التمويل في تمكين المرأة اقتصاديا في محافظة طول كرم. طبعا أخذنا البحث من وجهة نظر مدراء المؤسسات ومن وجهة نظر المستفيدات من تلك المؤسسات. طيب، يعني المحور الأساسي هو لربما التمكين الاقتصادي، وهنالك لربما سوء فهم لتعريفه، لماهيته، شو طبيعته، شو بيقدم هذا المصطلح، وماذا يندرج تحت هذا التعريف فعليا؟ شو بنعني بالتمكين الاقتصادي؟ الكل يعني حامل شعارات تمكين المرأة، تمكين المرأة اقتصاديا. هل النداء يختلف عما يذهب على أرض الواقع بصراحة؟ هلا بصراحة للأسف إنه مصطلح تمكين الاقتصادي للنساء لو بدنا نيجي نعرفه بإجرائيا أو كما عرفته حتى الباحثة في بحثها أو في رسالة الماجستير اللي طرحتها، التمكين الاقتصادي للنساء هو تواجد معايير ومؤشرات التمكين الاقتصادي. التمكين الاقتصادي إنه يكون عندها المرأة القدرة على إدارة مشروعها والنجاح فيه، وإنها تمتلك جميع مقومات التمكين اللي بتأهلها للنجاح في ذلك المشروع. مؤشرات التمكين متعددة، بتبدأ في مسك الدفاتر، في عمل جدوى اقتصادية، في التدريب، في التسويق المنتج، في كيفية تسويق المنتج. فبالتالي هنالك معايير عدة ومؤشرات ومستويات للتمكين الاقتصادي. هلأ للأسف كنا نعتقد، وحتى أنا كنت أعتقد، إنه مؤسسات التمويل هي غير مدركة تماما لمصطلح التمكين الاقتصادي للنساء. ولكن إذا اطلعنا لبروشورات تلك المؤسسات والأجندة والنظام الداخلي، وباستطاعة أي مواطن أنه يفتح على أي موقع إلكتروني لأي مؤسسة من مؤسسات التمويل، بنلاحظ أنه مثل ما تفضلت تمكين النساء، دعم النساء المهمشات، الوصول إلى النساء في المناطق الريفية، في المناطق النائية، وما إلى ذلك من مصطلحات عديدة ومتعددة. هلأ هون سؤالنا، هل مؤسسات التمويل كان فعلا هدفها تحقق التمكين الاقتصادي للنساء؟ ولماذا كان التركيز أكثر على المرأة؟ نيجي من نطلع على وسائل الإعلام،
بالأغلب ومعظم مؤسسات التمويل بتنادي إنه هناك نحن ندعم النساء، تمكين النساء، نسبة المراجعات من النساء وصلت 90%، نحن ندعم المشاريع الإنتاجية والتنموية. كل هذه الأحاديث هو على إدراك ووعي بأهمية موضوعين، الشق الأول شق النساء وتمكين النساء، والشق الآخر شق أهمية المشاريع الصغيرة. وإحنا طبعا إحنا بنعرف الاقتصاد الفلسطيني 90% بيعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. طيب يعني النساء باتت الهدف للمؤسسات بصراحة، نادوا للنساء وجاءت النساء إلى مؤسسات التمويل. وفي إحصائية رح نعرج لها قليلا بعد شوي، لكن هل كان هذا بآلية بإنسيابية، بمعنى أنه المرأة جاءت إلى المؤسسة من أجل الحصول على تمويل، ما كانت وعارفة شو بدها تعمل بهالمصاري، مستعدة، عندها الخبرات الكافية؟ ممكن البعض لديه يعني كان بعض المشاريع مبلش فيها وحب يطور، لكن بالمجمل هل كان السيناريو واضح بالنسبة للمرأة حتى النتائج اللي وصلنا لإلها كانت مقلقة شوية؟ صحيح، طرحت فكرة جدا يعني جميلة ورائعة، إنه لما بنيجي بنحكي، حكيت أنت بالمجمل عن عملية الوعي، وعي النساء بعملية الإقراض. لما حتى قامت الباحثة بسؤال مدراء المؤسسات عن نسبة الوعي، أو بتقدروا قديش في نسبة وعي لدى النساء في عملية الاقتراض ككل، من بداية عملية الإقراض لحتى صدور الشك وتصرفها بالمبلغ، بتلاحظ أنه أغلب المؤسسات أجمعت أنه تتراوح نسبة الوعي من 70-80% قلة وعي لدى النساء في عملية الإقراض. وبالتالي إذا إحنا بنلاحظ المشاكل اللي بتتبع عملية التمويل وحالات التعثر وما إلى ذلك من مشاكل، هاي هون بتكون في قلة خبرة وقلة وعي في عملية الإقراض. أستاذة منى، هون يعني بيجيني سؤال مباشرة، إذا كان في عندنا هذه النسبة من قلة الوعي ومؤسسات التمويل تنادي بتمكين المرأة، صحيح، لماذا ما زالت تمنح موضوع التمويل للنساء وهو في ما في عندنا وعي؟ يعني مبلغ احنا بنعطيه ومش عارفين شو بده يصير فيه، ولربما مدركين سلفا انه في تعثر، في مشاكل، في تبعات قانونيه لربما راح تكون مرتبطه في الموضوع. صحيح، طبعا انا احترام لكل مؤسسات التمويل الموجوده في طول كرم، انا تعاملت معهم وحتى معظمهم اصدقاء لي. هو ليس هجوم على مؤسسات التمويل، وأنا أصلاً كوني عاملة في أحد مؤسسات التمويل، مشكلة مؤسسات التمويل باتت تخدم أو في هدف، وليس المعظم يعني طبعاً إحنا ما بنحكي على معظم مؤسسات التمويل، لا، بعض مؤسسات هي معنية ببرامج خاصة للمرأة مع وجود ضعف طبعاً ملاحظ عليه في تلك البرامج، ولكن للأسف أنه أصبح الهدف الأسمى أني أنا أمول هالنساء وخلص، أخذت الشك وطلعت من عندي، كيف ما تصرفت تتصرف، سواء عندها وعي كيف راح تصرف المبلغ، كيف راح تشتري المشروع، حتى أمور المتابعة ما بعد ذلك هي بالنسبة لمؤسسات التمويل أصبحت ضئيلة، يعني ما كانت كما كانت في السابق، يعني أنه في متابعة دورية مكثفة، المتابعة لا تكفي مرة ومرتين في السنة حتى أتابع أنا مشروع أتأكد من مدى نجاح ذلك المشروع، المتابعة على الأقل لازم تكون كل 6 شهور، إنه تقوم مؤسسة التمويل بزيارة المقترضة والإطلاع على مشروعها وما هناك من معيقات وتحديات واجهتها، حتى إذا كان في هناك حالات تعثر أو لاحظت مؤسسة التمويل إنه ممكن المقترضة تقع في هاي الحالة، إنه تقدم إلها أبسط السبل والحلول حتى تتفادى عملية التعثر وبالتالي اللجوء إلى القانون. طب المرأة تحصل على تدريب، يعني بمعنى أنه هل بتكون جاهزة ومستعدة؟ أوكي، إحنا اتفقنا أنه في عنا قلة وعي، صحيح، في عملية التمويل وأنه ليش المبلغ، هلأ أخذنا المبلغ وإحنا كنا قلقين، المؤسسة تحرص ولا لا تحرص على أنه تقدم وتناقش الجدوى الاقتصادية، نوعية المشروع، مين الفئة المستهدفة من المشروع، قديش فترة سداد الموضوع التمويل، هذا كله في حرص من قبل المؤسسة، وبعدين راح نشوف زاوية المستفيدات حسب وجهة نظر الرسالة اللي عددتيها. صحيح، تم هذا طرح السؤال من ناحية التدريب لمؤسسات التمويل وجاوبوا عليه بكل مصداقية إنه مؤسسات التمويل لا تقوم بإعطاء تدريب عملي للمقترضات في إدارة المشاريع. بعض المؤسسات
هي بتقوم بعملية التدريب ولكن من في السنة خلينا نحكي مرة أو مرتين. هلا هاي المدة بنظري أنا كباحثة وكخبيرة في مجال تمويل المشاريع هي مدة غير كافية حتى تستطيع المرأة. يعني أنت لما باجي بحكي لك إنه بدي أدربك على مشروع حتى تنجح فيه بدي أجي أدربك عليه مرة أو مرتين في السنة، فهاي المدة طبعا غير كافية حتى تكون هي ملمة بجميع عوامل نجاح المشروع. فبالتالي حتى مؤسسات التمويل كانت صريحة في تلك الإجابة وأجابت أنه لا، مؤسسات التمويل ما بتقوم بعملية التدريب ولا يوجد حتى كوادر من الموظفين مؤهلة حتى تقوم بتلك المهمة. طيب المستفيدات بصراحة، هل يعني كان في استغلال من مؤسسات التمويل للحاجة الواقع الاقتصادي؟ بطلت تتكفي الحياة فكل واحد صار يبلش بمشروع صغير، وأشرت لذلك أنه 90% المشاريع الصغيرة بتشكل من الاقتصاد الفلسطيني. المستفيدات أنفسهن، هل اتجهنا باتجاه نوعي في طبيعة مشاريعهم؟ يعني قدموا شيء للسوق الفلسطيني للاقتصاد الفلسطيني، ولا لا مصاري ويلا إذا أجت أجت ما أجت خلص بعين الله بنتحمل هالفترة من السداد؟ صحيح. أنا بدي أشير لنقطة جدا مهمة لنسائنا الفلسطينيات. النساء مبدعات ولديهن كوادر وطاقات إيجابية خلاقة. في عندي أنا سيدات وفي بعض المشاريع في أفكار حتى مبدعة أنت بتستغرب من بيطرحوا لك أفكار خيالية وقد تكون تصنف من المبدعات في إدارة المشاريع. ولكن للأسف وعشان نكون أكثر مصداقية، النساء المتمكنات ذاتيا مسبقا من قبل ما يتوجهوا لمؤسسات التمويل هو عندهم بالبداية تمكين ذاتي وتمكين اقتصادي وصاحبات فكرة وإرادة ومشروع، وبالتالي بيلجأوا لمؤسسات التمويل حتى يطوروا ذلك المشروع. بعض السيدات لديها الوعي الكامل حتى تقوم بنجاح مشروعها وتستمر فيه، وبعض السيدات للأسف بتكون هي مدعومة أو خلينا نحكي أتيحت لها أو ذهبت إلى مؤسسات التمويل بضغط من الزوج أو الأسرة أو العائلة. وحتى منلاحظ الأسرة نفسها قد تستغل المرأة إنه مؤسسات التمويل ممكن تعطي بعض التسهيلات للنساء، وبالتالي أنا بأخذ زوجتي بأخذ أختي بأخذ أمي وراح لمؤسسة التمويل وبأخذ قرض على اسمها. فبالتالي صحيح إنه مؤسسات التمويل مش راح يكون بمقدورها انها تتبع كل حالة، فعلا هي راح هذا تمويل للسيدة ولا راح لزوجها ولا لأبوها ولا لأخوها، ولكن من عملية المقابلة انا لما بتيجي ست على المكتب وبجري حوار معاها في آليات المشروع، شو عندها اصول، كيف بتنتج، كيف بتسوق، هلا من طريق الإجابة والحوار بعرف فعلا هل لديها هي خبرة لمشروعها واعية لمشروعها ولا لا. اما اذا كانت جاي خلينا نحكي المبادر في الحديث زوجها او اخوها، فبالتالي انت اوريدي بتعرف انه هذا المشروع في انطباع اولي شو طبيعته وافكاره. طيب يتعثر المشروع احيانا، اسباب هذا التعثر وين بتكون؟ اسباب التعثر عديدة. بالبداية هي قلة الاهتمام بطلب الجدوى الاقتصادية حتى من قبل مؤسسات الإقراض. مؤسسة الإقراض عندما تقوم بطلب جدوى اقتصادية، وهذا وإن قامت بعض المؤسسات أو معظم المؤسسات بطلب الجدوى الاقتصادية، الجدوى الاقتصادية جدا مهمة لعاملين. العامل الأول أنا بتأكد من مصداقية السيدة في أنه فعلا رح هي تعمل أو تقيم مشروع، هي قراءة مسبقة لمشروع. صحيح بالضبط. فبالتالي هاي نقطة أولى. النقطة الثانية الجدوى الاقتصادية بتعطيك مؤشر هل مشروعك ناجح. هلا مؤسسة التمويل إذا كانت معنية فعلا في هدف تنموي إنتاجي، معنية بالسيدة المتوجهة إليها، تنصحها. إذا كان مشروعها مجدي بتحكي لها فعلا مشروعك مجدي وممكن أنك أنت تبادري فيه وتاخذي التمويل وتنجحي، وبالتالي القرض اللي بتاخده بصير هو نوع من أنواع التطوير وليس عبء إضافي. أما إذا كان المشروع غير مجدي، وبالتالي لذلك حتى نكون حريصين أنه يجب أن تتوافر في مؤسسات التمويل ما بدي أحكي خبراء، ولكن أقل ما فيها أنه عندهم الحد الأدنى من إجراءات طلب جدوى اقتصادية وبتكون في أي أبليكيشن في مؤسسات التمويل، وبالتالي نعطي أهمية لهذا الطلب الموجود في مؤسسات التمويل
للأثر البعيد اللي بتركه. يا إما منوجهها أنها فعلا تمول مشروعها وتبادر فيه، أو أنه مننصحها أنه مشروعك غير مجدي وبالتالي هذا القدر رح يكون عبء عليك. طيب بدي أروح للإحصائية اللي جاءت في خلال الرسالة، 39% تقريبا، يعني تقريبا 40% البطالة كان معدلها للإناث في العام 2015. في العام 2014 كانت عدد مؤسسات وفروع مكاتب التمويل 67%. النساء شكلت تقريبا من إجمالي المراجعات والعملاء ب 44% قبل بعام، بنحكي احنا بال 2014. صحيح، في مفارقة وفي اشي يعني ناقص خطر، في اكثر خطر من علامات سؤال شو اللي بصير بالارقام بالضبط. وبالتالي احنا خلينا نحكي الباحثة هون ما جاء تساؤلها لهذا البحث وهي الرسالة من فراغ، يعني من عدة مرتكزات. ومثل ما أنا حكيت لك، أنا لما باجي بحكي عن أرقام إحصائية، في عام 2014 وصلت المكاتب عنا ل 67 مكتب، يعني تزايد واضح وانتشار واضح في مؤسسات التمويل، وبالتالي نسبة المراجعات أيضا 44%، والبطالة صارت للنساء 40%. فهون مثل يعني سامحوني حتى للمؤسسات النسوية، مثل انتشار المؤسسات النسوية والجمعيات النسوية وبالتالي زيادة مشاكل النساء. فهون إذا بتلاحظ بنرجع لخلل في الاستراتيجية بذاتها، في استراتيجية مؤسسات التمويل. مؤسسات التمويل حطت أهداف فعلا واضحة وأهداف مشرقة، ولكن للأسف لم تعمل جاهدة على تحقيقها كما يجب. طيب بصراحة في أهمية، يعني أوكي 90% من المشروعات الصغيرة من الاقتصاد الفلسطيني، هل لها الأثر الكبير 90% تلعب دور في اقتصادنا؟ طبعا. هلأ إحنا بنحكي إحنا الاقتصاد الفلسطيني، إذا نرجع لبداية تشكيل المجتمعات حتى المجتمعات البدائية، إحنا الكاهل الأكبر كان على والاقتصاد المنزلي قائم على عمل المرأة، فبالتالي المرأة عملت في الزراعة، عملت في مجال حتى الصيد، وعملت في مجالات متعددة. حتى مؤسسات التمويل لما ابتكرت فكرة التمويل وخصت النساء. إذا بنرجع لفكرة محمد يونس في بنك الفقراء في بنغلاديش، كان هو تواجدت مؤسسات أو أوجد مؤسسات تمويل موجودة في المناطق المهمشة، في المناطق الريفية، في المناطق النائية البعيدة عن مراكز المدن. فهو بالتالي حكى إنه هاي مؤسسات التمويل لازم تخدم الفئة اللي هي بحاجة إلها. وكانت نسبة فعلا المراجعات لمؤسسات التمويل في بنك الفقراء كانت 90% من النساء. فبالتالي هناك كانت منطلق فكرة مؤسسات التمويل وجاءت لدعم المشاريع الصغيرة ولدعم النساء، لأنه النساء هي العمود الأساسي في المنزل في الاقتصاد الفلسطيني، وبينعكس برضو ذلك على المجتمع المحلي، بينعكس على أسرتها، بينعكس على تقييمها حتى لذاتها وللمجتمع اللي حواليها. فبالتالي فعلا الاقتصاد الفلسطيني هو قائم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. طيب يعني من خلال ما تم يعني توجيههم من أسئلة إلى مدراء المؤسسات، شو الشعور كان بداية لطرح وفتح باب الرسالة أساسا، وأنه أنتم الآن تحت المجهر، كيف تقبلوا الموضوع؟ هلأ بصراحة لحسن حظي أني أنا عاملة في أحد مؤسسات التمويل، ولحسن حظي كمان أنه إحنا بمؤسسات التمويل نعتبر زملاء. يعني المشروع اللي مثلا ما بزبط عندي بإمكاني أوجهه لمؤسسة تمويل أخرى، فهذا كان من البوادر اللي الحمد لله ساعدتني حتى أني أمشي في مؤسسات التمويل. صحيح بعض مؤسسات التمويل كان عندها تحفظ ورجعت مدراء المؤسسات في طول كرم، رجعت الإدارة العليا والمركزية في رام الله حتى أنه تتأكد أنهم يعطوني هاي المعلومات ولا لا. فبالتالي إذا إحنا لاحظنا وطلعت على الرسالة في بعض المؤسسات التمويل أعطتني عينة مقصودة، عينة مقصودة أن العينة هي اللي وفرت لي إياها، أو العينة المتاحة بنسميها. نعم. أنا عندي هالعشر نساء روحي قابليهم، هدول أخذوا من عندي مشاريع. فبالتالي كانوا مصممين أني أنا أقابل عينة كانت مطروحة من قبل مؤسسات التمويل. ولكن كل الاحترام
بعض المؤسسات التمويل لا أعطتني مجتمع دراسي كاملة، فبالتالي أنا أجريت العينة طبقية عشوائية، تم اختيار العينة بمناهج البحث العلمي المتعارف عليه، فبالتالي كان عندي عينتي غير متناسبة في بعض المؤسسات مقصودة، وفي بعض المؤسسات كانت عينة عشوائية طبقية. طب من خلال هذا الشعور الأول كان للمدراء، عندما بدأ توجيه الأسئلة حول الفعالية، حول الأهداف، حول شو إحنا من نادي وشو عماله بيطلع عنا في الجهة المقابلة في طبيعة المشاريع، هل شعرتي أنه بالفعل في خطأ ما في العملية في البروسيس، ضروري أنه يكون هنالك تصحيح فوري حتى لا تتفاقم مشاكل النساء اقتصاديا؟ وإحنا حتى من طبيعة السؤال ذهبنا بعيدا عما ننادي عليه في التمكين الاقتصادي للنساء. صحيح. هلا بتلاحظ مؤسسات التمويل الصغير حتى المدراء لما بلشت اطرح معاهم اسئله المقابله، كانت حتى اسئله المقابله تقريبا 22 سؤال. بلشنا في العام لحتى تدرجنا للخاص وعالجنا كل مؤشرات التمكين الاقتصادي. طبعا بعض المؤسسات صار عندها فعلا نوع من انواع الارباك، يعني انه باحثه بتبحث في قضايا حساسه، بتلامس قضيه حساسه وهي قضيه النساء، واللي خلاهم هم يكون في فعلا نوع من الارتباك والخوف، انه انا طلبت بروشورات والنظام الداخلي لكل مؤسسه، والنظام الداخلي في كل مؤسسه من تلك المؤسسات في بروشورات عريضة كان مكتوب فيها عن تمكين النساء، يوجد لدينا برامج خاصة للنساء. فبالتالي لما بتيجي بتسأل أسئلة في صلب أهداف هم وضعينها لتحقيقها، وبالتالي هم عندهم يقين أنه جميع هاي الأهداف أو معظم هاي الأهداف هي غير متحققة، فبالتالي بكون في شعور في عدم، خلينا نحكي الراحة، يعني في عدم، هم ملاحظين أنه في خلل ما معين، ولكن قد يكون انه بيرجعوا للاستراتيجيه المؤسسات او خلينا نحكي القائمين على مؤسسات التمويل الصغير ومش مدراء الفروع، يعني يعني هم بيطبقوا سياسه لا اكثر. وبالتالي هنا يعني برجع للتوصيات، والتوصيه الثالثه من خلال الرساله انه هنالك يجب انه يكون تعاون ما بين الجهات الرسميه والحكوميه بدعم النساء، وحتى لربما يعني ممكن اشرافيا قانونيا في هذا الموضوع وتسويقا سواء محليا اقليميا دوليا. بتشوف انه ضروري يكون في تدخل حكومي في هذا الموضوع لانقاذ الوضع؟ طبعا، لانه احنا بالبدايه مؤسسات التمويل، انت بتعرف انه احنا ما عندنا بنك مركزي اصلا، يعني ومؤسسات التمويل هي فعلا بحاجه حتى لدعم. خلينا نلاحظ يعني ونشيل لنقطه مهمه، مؤسسات التمويل هي بتلعب دور مهم، هي بتوفر التمويل، وخلينا نحكي أكثر المعوقات اللي بتواجه المشاريع الصغيرة هي قضية التمويل. نعم. صحيح أنه في اختلاف في الضمانات في سعر الفائدة ما بدي أذكرها، يعني هي عديدة ومتعددة، وعندي بعض التحفظ على بعض المؤسسات في سعر الفائدة المرتفع، في التشدد في الضمانات وما إلى ذلك من أمور كثيرة، ولكن لما بدنا نيجي نحكي عن الحكومة فعلا، يعني احنا مثلا نطلع على الدول المتقدمة، في مثلا كسبيل المثال حاضنة أعمال، حاضنة أعمال هاي ممكن بتضم جميع الأعمال السيدات والمنتجات حتى أقدر إن أسوقها على المستوى الخارجي. أنت بتعرف إنه احنا المنتج للأسف المحلي وطريقة التسويق هي ليست أو لا تواكب مثلا المنتجات الأخرى في الدول المتقدمة، فبالتالي بحاجة الدولة لدعم يعني والوقوف مع مؤسسات التمويل، لأنه برضو مؤسسات التمويل لما تيجي تحكي عن ميزانيتها هي قد تعجز إنها توفر مثلا حاضنة أعمال أو إنها تساعد إنها تشارك في معارض دولية، فبالتالي من واجب الدولة بكون إنه المشاريع الصغيرة هي تساهم في الاقتصاد الفلسطيني، فبالتالي من الضرورة إنها تدعم مؤسسات التمويل في هذا الجانب. طب أشرت أيضا إلى أنه نوعية التسهيلات مش تاركة الأثر الكبير وأنه قليلة الأثر، شو بنعني بذلك؟ قليلة الأثر لما باجي بحكي عن مؤسسات التمويل بتطرح بعض التسهيلات للنساء، بنلاحظ أنه هاي التسهيلات هي قد تكون في سرعة في إنجاز القرض، قد تكون في تقليل بعض الضمانات ولكن ليس كل الضمانات، يعني أنا لما بتيجي المقترضة بطلب منها الضمانات المتعارف عليها سواء كانت للرجل أو كانت للسيدة،
فبالتالي لاحظت الباحثة حتى في نوعية التسهيلات المقدمة من بعض مؤسسات التمويل هي فعلا غير كافية للمقترضات وما بتدعمهم بالشكل الأساسي. يعني أنا بصراحة لما بتيجي عندي سيدة عندها مشروع وهي مبدعة في مشروعها، وبالتالي لما بتقدم لي جدوى اقتصادية وبطلع على فترات الإنتاج عندها كلها ممتازة والوضع عندها كله تمام، فبالتالي ما في مانع أني أعطيها تسهيلات هي أكثر دعم من التسهيلات العادية. يعني ممكن أكتفي مثلا بكفيل واحد، وممكن أكتفي بكفالتها هي شخصيا للمشروع، فبالتالي هذا يعتبر نوع من أنواع التسهيل. لأنه بعض السيدات وأنا بحترمهم هدول جدا، هم عندهم عصامية في الموضوع، فبالتالي بحبوش يتحملوا حتى جميلة أقرب الناس إلهم. صحيح. فأنا بالعكس كل الدم الفلسطينيات بالضبط، يعني كل الدعم كل الدعم إلهم. فبالتالي قضية إنه ناجحة بمشروعها ليش ما أقدم، يعني ليش ما يكون مشروعها في كفالتها، في كفالة مشروعها؟ طبعاً أنا بدعم المشروع الصغيرة ومشروعها ناجح، فبالتالي يا ريت إنه بأمل أنا من مؤسسات التمويل. صحيح في بعض المؤسسات هي تقوم بذلك يعني، ولكن السواد الأعظم للأسف لا، بتطرقوا لموضوع الضمانات أكثر من المشروع كشيء أساسي. طيب طبعاً. ما بعد المشروع نجح لم ينجح، في مبلغ وسيتم سداده. يتعثر أحيانا السداد وتبدأ المعركة، وهنا الأزمة اللي يعني أعتقد أنه الكل مطلع عليها وهي كتاب مفتوح. هل طبيعة المعالجة للدفعات السداد المبلغ واضحة منذ البداية، ولا انه بيصير عمليات اغراء في عمليات انه لا راح نكون متساهلين و و و و عند الدفع لا وين بدي المبلغ لا خلينا نروح المحكمة الى ما ذلك، كيف الوضع رأيتيه من خلال الرسالة؟ هون للأسف بنيجي لنقطة كتير مهمة اللي هي نقطة التعثر. التعثر من أكبر المشكلات اللي بتواجه المشاريع الصغيرة وبالتالي بتواجه النساء. هلا مؤسسات التمويل للأسف، يعني نرجع للهدف، لما أجي أنا بحكي هدفي تنموي، هدفي إنتاجي، وباجي بالآخر ما سددت لي القرض وصار عندها تعثر في قسط قسطين ثلاثة، ببلش في الإجراءات القانونية. طبعا تبدأ بالإجراء الشكلي من قبل المؤسسة، اختار من قبل المؤسسة، وبالتالي بعد فوات المدة ببدأ بالإجراء القانوني واللجوء إلى المحكمة. هلا هون في علامات سؤال كتير مهمة واضحة، انه لما انا باجي بحكي هدفي تنموي وانتاجي وبالتالي بالاخر صفات المقترضة في المحكمة، هلأ وين الهدف اللي انا بنادي فيه؟ هاي واحد. اثنين، انا ليش ممكن يحكوا لي طب والحل، يعني مؤسسة تمويل وبدها المصاري وترجع القرض. صح، حق كل مؤسسة تمويل انها تسترد المال اللي قدمته واللي منحته، لانه هي عملية تدوير، انا بدي اعطي جميع السيدات. ولكن بالتالي لماذا لم تقم مؤسسات التمويل بوضع خطط علاجية لحالات التعثر مسبقا؟ تكون عندي أكثر من خطة علاجية، وبالتالي إذا بنرجع بنلاحظ الأمور كلها مترابطة ومتداخلة مع بعض. أنا لما برجع بطلب جدوى اقتصادية، بكون صحيح. في عندي تدريب، بكون في عندي متابعة متكررة للمشاريع، فبالتالي مشكلة التعثر بتقل. ما رح نحكي تنعدم، لا، هناك في حالات تعثر، ولكن النسبة تقل جدا لما أنا فعلا باخد الخطط الوقائية لحالات التعثر. يعني إن شاء الله نصل إلى اللي هو للخطوة خطوة مثل ما بنحكيها، من حاجة إلى ملبي للحاجة ممثل بمؤسسات، في عنا بروسيجر، جدوى اقتصادية، تدريب، دراية، معرفة، تخطيط، تنظيم، إلى ما ذلك انزل على أرض الواقع، أنا جاهز، المصاري بعرف وين أشغلهن، بالتالي بسيت بمكن حالي وممكن أتطور وأضخم هذا المشروع، ممكن بصورة يعني تكون مربح. صحيح. بصورة خيالية، لكن في بعد عن هذا التسلسل في الأحداث والآلية لربما على أرض الواقع. بصراحة التوصيات قابلة للتنفيذ، ما جاء في من مجمل التوصيات، واعتقد تم النقاش فيهم. تفضلي. هلا بمجمل التوصيات مش حاسسها انها تكون بعيدة عن ارض الواقع انها تتطبق، بالتالي نعم. احنا الجهات الحكومية والمؤسسات هي قادرة انها تدعم بشكل او باخر مؤسسات التمويل.
اثنين انا طلبت او خلينا نحكي من ضمن التوصيات وهي مؤسسات النسويه. المؤسسات النسويه اللي ايضا هي كذلك بتنادي في تمكين النساء وتمكين النساء في جميع المجالات. واحنا بنعرف انه التمكين الاقتصادي هو مفتاح للتمكين في مختلف المتمكن اقتصاديا، هي متمكن اجتماعيا، متمكن ثقافيا، متمكن سياسيا. فبالتالي ضروره تواصل مؤسسات النسوية مع مؤسسات التمويل، لأنه عملية الإقراض وعملية المشاريع والإنتاج هي عملية إذا منلاحظ متشابكة بين مؤسسات التمويل والمؤسسات النسوية، لأنه أيضا حتى مؤسسات النسوية هي بتسعى إلى تحقيق برضه الهدف اللي بتنادي إلى مؤسسات الإقراض. فبالتالي ياريت يكون هناك في بعض التعاون بين المؤسسات النسوية ومؤسسات الإقراض في تحقيق الهدف المرجى نحو النساء. يعني إن شاء الله نصل إلى هذا الوضع ونصل إلى هذه الصورة، يعني نتيجة للتوصيات، وإن شاء الله في خطوات أكاديمية قادمة برضو في هذا المجال. أكيد إن شاء الله. أنا حابب بصراحة تخصص دراسات المرأة هو من كان عندي هواية أكثر ما يكون أكاديمي. فبالتالي أنا مؤمنة بحقوق المرأة، مؤمنة إنه المرأة عندها طاقات خلاقة ومبدعة في جميع مجالاتها. فبالتالي رح أسعى وأواصل في مجال حقوق المرأة في جميع المجالات، فمش غلط كمان إن شاء الله أكمل الدكتوراه في مجال دراسات المرأة. موفقة إن شاء الله، وإحنا أكيد يعني رح نكون مواكبين ورسالة الدكتوراه في هذا المجال. أشكرك جزيل الشكر الأستاذة منى عدس، خبيرة تمويل المشاريع الصغيرة وصاحبة رسالة الماجستير حول فعالية مؤسسات التمويل الصغير في تمكين المرأة اقتصاديا من وجهة نظر مدراء المؤسسات وكذلك أيضا المستفيدات في محافظة تلكرم. شكرا لتواجدك وإيانا من خلال برنامج حوار وآراء، وكذلك أيضا أشكر لكم موصول مشاهدينا الأعزاء على متابعة هذه الحلقة، وشكرا لفريق عمل البرنامج، وإن شاء الله نلقاكم الأربعاء القادم في حلقة جديدة وعنوان آخر من برنامج حوار وآراء. دمتم في رعاية الله.